حكم ظالم وفاسد ومرتشي. اللي عمله الحكم السويدي ضد المنتخب المغربي في مباراة الأرجنتين لم يفعله أي حكم في العالم. وعلشان كده الفيفا بتصفع هذا الحكم وتنتصر للمغاربة بعقوبة قاسية جدا بعد ما حدث من أمور مؤسفة ضد المنتخب المغربي في لقاء الأمس. أتمنى تعمل لايك وتعمل اشتراك، حلقة مهمة جدا 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 بيكم وبدعمكم إن شاء الله توصل لأكبر عدد من الناس. في بداية الأمر عاوز أسأل سؤال، ليه الكل بيقف ضد المغرب؟ في كأس العالم الأخير في قطر لولا الظلم التحكيمي الفاجر في مباراة نصف النهائي لصعد المنتخب المغربي على حساب المنتخب الفرنسي إلى المباراة النهائية، لكن إزاي الفيفا، إزاي منتخب عربي وإفريقي يعمل إنجاز ويصعد للنهائي؟ ما ينفعش، لازم نقتله تحكيميا ونخرجه من البطولة. امبارح إزاي المنتخب المغربي يفوز على المنتخب الأرجنتيني؟ لأ، لازم الأرجنتين تفوز، ما ينفعش المغرب تفوز، لازم ندي تعليمات للحكم عشان الأرجنتين تتعادل. في مصادر بتؤكد يا جماعة إن لجنة التحكيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم هتعقد اجتماع عاجل لمعاقبة حكم مباراة المغرب والأرجنتين. الحكم ده مهدد بالإيقاف مدى الحياة. ليه؟ لأن احتسابه 15 دقيقة وقت بدل ضايع عليها مليون شبهة. الشوط الثاني كله ما يجيش فيه 4-5 دقايق وقت بدل ضايع، تحسب 15 يا حكم يا فاجر. ومش بس كده، ده حسب 15 دقيقة وقت بدل ضايع، وفي ضربة جزاء في الشوط الأول للمغرب مؤكدة مليون في المية ما حسبهاش. ناهيك على الإنذارات اللي كان بيتغاضى عنها للاعب المنتخب الأرجنتين رغم تدخلاتهم العنيفة والخشنة اللي تستاهل طرد أحمر مباشر، كان بيتغافل عنها. في نهاية الأمر ليه الكل بيقف ضد المغرب؟ عاوز أسأل السؤال ده. لكن بفضل الله وبالعناية الإلهية الفار لغى الهدف تعادل الأرجنتين والمغرب فازت رغم أنف الفيفا والحكم والعالم. المغرب رقم واحد.